لكم ودائما هذه الوجوه الطيبه المشرقه تدل على ان شاء الله راح نستمتع في هذا اللقاء. نرحب في استاذنا ودكتورنا الدكتور ابراهيم الشيخ ومحاضرته بعنوان حروف من رصاص. حروف من رصاص. الوقت راح يكون ان شاء الله عندنا من 25 دقيقه الى نصف ساعه. الملاحظات ان شاء الله او اي ملاحظه تحبون تبدونها ان شاء الله بعد المحاضره. مثل ما تفضل اخوي محاضرة بعنوان حروف من رصاص راح تتناول اثر وسائل التواصل الاجتماعي على الامن المجتمعي. يعني رب كلمه تهوي في بصاحبها في النار 70 خريفا. سبحان الله هي كلمه ولكن لها نتائج. لذلك انا حتى لما اقارن بين الرصاص وبين الكلام، لما انا احط رصاص في المسدس واطلقه على شخص انا بصيبه في منطقه من جسده راح اذبحه، ولكن الاثر ما راح يتعدى مكان اطلاق الرصاص بيني وبينه. اما انا اذا اطلق كلمه من سب او تشهير او قذف او طعن في الاعراض، فاثر الشيء اللي انا قاعد اقوله وخاصه اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي راح يتجاوز المكان وتجاوز الزمان. لان انا حاولت ان انا اشوه سمعه فلان، وراح اني بعد شوي الى مثل ما قلت لكم الجانب الشرعي للموضوع حتى نستوعب ان يا جماعه احيانا الكلمات تكون اعنف من الرصاص واخطر من الرصاص، لانها تتجاوز مكان الجسد اللي انا اطلق فيه الرصاصه وتتجاوز الموقع اللي انا اطلق فيه الرصاصه. هذه راح نتناولها بعد شوي. اذا كنا نقول بان العولمه جعلت من العالم قريه صغيره، فان وسائل التواصل الاجتماعي دخلت الغرفه عندنا في كل بيت، وانا منبطح على السرير اقدر اطالع العالم كله الزين فيه والشين، فما بالك ايضا اسال هذا السؤال باولادنا. يعني الخط الرفيع ايها الاخوه فيما نتلقاه من هذه المواد اللي قاعد نستنتجها من هذه الارقام المهوله شيء غير طبيعي. احنا قاعد نتكلم بامكان هذه الاشياء ان هي تؤدي الى انحرافات في عيالنا. بامكان ان تصنع من طفل صغير قنبله ارهابيه موقوته. بامكان ان هذا الطفل الصغير نحوله الى سلعه بشريه في عالم دعاره. عندنا من القصص ما يشيب لها الراس. شلون الاباء يتركون عيالهم ومن خلال اغواء بسيط في السوشيال ميديا رساله تجي حق الطفل ما يحسن التعامل معها. الابو ما احسن انه يعلم ولده شلون يتعاطى مع هذه الرسائل، حولت الابن الى ارهابي او حولته الى سلعه بشريه تصور بالفيديو وتنشر فيديوهاته في كل مكان. احنا نتحدث عن اذا كان الغزو بالقنابل واذا كان الغزو والاحتلال بالدبابات والمدرعات والصواريخ العابره للقارات. انت يا جماعه ترى هذه الصواريخ والقنابل موجوده ترى حتى في الجهاز اللي بياخذ ولدك اذا احنا ما احسننا استخدامه. بدا اقبال الجماهير على يعني السمارت فون او على وسائل التواصل الاجتماعي فيما بعدها. كان هناك اقبال ضعيف وبدات احداث 2011 مثل ما تذكرون، وشلون الناس انقسموا قسمين، في قسم كان يدافع عن الوطن وعن قياده الوطن وعن شرعيه الوطن، وقسم استخدمه في جوانب اخرى وصار ضرب طائفي وصار تخوين وتشكيك. لكن دخلوا الناس في هذه الحرب وبدا الجميع يستخدم هذه التكنولوجيا. البعض بدا بشكل ايجابي في الدفاع عن سمعه البحرين. البعض يتكلم وتم يدافع، تم يعني مثل ما نقول اذا كنا نقول اشهر سيفه، هذه لا، جعل من وسائل التواصل الاجتماعي وكانت تويتر في حينها 140 حرف، سخر ال 140 حرف
انه هو يكتب تغريدات للدفاع عن البحرين وحماية الوطن الى اخره. البعض اساء استغلاله وتم يخون في طرف اخر، والبعض اساء استخدامه وتم سلام رحمه الله يطعن في البلد وتم يخون في البلد وتم يجهز للتعاطي والتآمر على البلد. الكل استخدمه بالوسيلة اللي هو يظن انها هي الوسيلة الصحيحة. فاحنا نقول كان فيها ايجابي وكان فيها سلبي. بعدين اذا تلاحظون بدأت الامور تتغير. عندنا بدأت يعني من 2011 ايضا 2012 2013 بدأ البعض يحترف في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتدمير السلم الاهلي. البعض بدأ يوظف طائفي، البعض بدأ يوظف تصنيف ناس وضرب شخوص معينة والتشهير بهم، وممكن واحد طلع دوس في بطنه. البعض بدأ يشهر في رموز الوطن، تطورت الحكاية اللي شفناها قبل فترة. بدأ الإرهاب الفكري، ما بقي أحد ما انحطت صورته وانكتب عنه بين قذف وبين تشهير بالعوائل البحرينية وبين سب وبين طعن في الأعراب وبين تخوين. الكل تم يتهم، صارت اتهامات على بيز مثل ما قلنا. أي شخص أنا ما اتفق معاه كتب يا من الإخوان أو من قطر أو تنظيم الحمدين أو يبي يقلب نظام الحكم، ما يصير يا جماعة. هذا الكلام ما على كيفك، أنت قاعد في البيت حاضرين على ريق ولحين ما غسلت وجهك من النوم تقعد تتلم فلان وعلام اللي تقوله. للأسف في ذي الفترة الجميع سكت، كانوا يشوفون الغلط. يوم تم اتهام أكثر من 12 عائلة بحرينية بأنهم يخططون لقلب نظام الحكم من حديقة الكازينو في الحرم، كلام كان مهزلة. وأنا قعدت مع ناس من الداخلية من جرائم إلكترونية كانوا يقولون لي يعني هذا شيء مهزلة، شيء مضحك ومخجل أن إحنا نرى البحرين هذه الدولة نهي هشة بإمكان مجموعة شباب يطلعون لك في الكازينو يقلبون نظام الحكم. هاي من يصدق هيك؟ الشاهد في الموضوع للأسف كان هناك صمت، والقانون لم يأخذ حق مجموعة كثيرة رفعت قضايا على أشخاص. فتطور الموضوع، ومن أمن العقوبة هذه ما يبي لك كلام. أنت إذا سبيت واحد وما لقيت من ياخذ حقك ودافع عنك، هاي بكره بيروح يسب غيرك. إذا أنا اليوم غلط عليك ورحت المحكمة وأنا اشتكيت، القانون ما أخذ حقي أو تعطل في أنه ياخذ حقي، أنا بكره بتجرع. اليوم غلط عليك باكر بغلط على أبوك، عقب باكر بغلط زوجتك. القانون ما بينصفني لأن أصلا ما في قانون عندنا في البحرين في ذي الجانب حتى نصا. المحامين الموجودين ممكن يفيدونا بعدين في المداخلات. أقصاها بياخذ له كم 100 دينار؟ أقصاها بينسجن كم شهر؟ وفي الأخير بيجي لك القاضي بيقول لك أنا بعطيه خدمة اجتماعية بدل ينسجن. أنا قاعد أهين القانون، قاعد أهين قوة البلد إنه ياخذ حق الناس، وراح نجي الآن بالتفاصيل. طيب هذا التطور في الإساءة وبسبب الصمت عنه للأسف، وأقوله قلبي يحترق، تطور من أنه كان يطال أفراد ضعاف في المجتمع إلى أن كنا نشوفه تساء إلى قيادات البلد وكبرها. السبب لأن احنا في البداية ما وقفنا هذا المسيء الحد، ليكتشف الجميع أن اللي قبض عليهم في الفترة الأخيرة هم نفسهم اللي كانوا يسيئون في 2011 وسكت عنهم القانون، ونفسهم اللي كانوا يسيئون في 2012 وسكت عنهم القانون، ونفسهم اللي كانوا يسيئون في 2014 وسكت عنهم القانون، ونفسهم اللي كانوا يسيئون في 2018. ولكن لأن القانون الآن تغير لوسيلة ليسوا من ضعاف المجتمع، اضطر القانون أنه يأخذ حق الآخرين، ولكنه ما أنصح
حقيقية اللي يسألهم طوال هذه السنوات، وهذه مشكلة حقيقية يجب أن تعالج، لأن إحنا دولة مؤسسات قانون. أنا بإمكاني إذا هو أخذ سلطة معينة أن أنتقده، أنتقده بما لا يجرح ولا يشوه ولا يقذف. إذا عندي مشكلة جنائية راح أشتكي في المحكمة، بينما شخصيا لا يجوز لي أرجع على تويتر أقذفه بأن أنت حرامي وسارق وبايك، أو أقول له أن أنت زاني، أو كرمكم الله من الألفاظ اللي لم نعتد على قراءته وسماعها إلا في المواخير أجلكم الله. ما يصير أنا مجتمع مثل مجتمع البحرين أسمح لوسائل التواصل الاجتماعي تطلع كل يوم حطت لي صورة شخص وكتبت لي هذا شخص عنده شقة في المكان الفلاني، هذا الشخص يروح الفندق الفلاني، هذا الشخص أنتم من؟ متى قمتم بدور الله سبحانه وتعالى في الأرض؟ أنتم ما لكم حق أن تأخذون هذا الدور. طيب أختتم بالدور المجتمعي. إحنا أيها الأخوة توصلنا الكثير من الرسائل على الواتساب يوميا، واللي عنده حساب تويتر أيضا عنده الكثير من الوسائل أو من الرسائل والتغريدات اللي قاعد يشوفها يوميا، أو على الإنستغرام أو أو أو. يكفينا أن نقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع. يكفينا أيضا أن لا نكون شركاء في جريمة التشهير، لنكن كالمقابر. أي اتهام يوصلك لا تخليه يطلع من عندك، دفنه في تلفونك ولا كأنك شفته. تحقق من المعلومة مرة ومرتين وثلاث، ولا تعتمد على وكالة أنباء قالوا ويقولون، لأنه قد توردك المهالك. وأيضا على الجهات الرسمية من سلطة تشريعية وتنفيذية وضع قانون، أما بقول تعديل بقول وضع قانون صارم يحمي الناس ويحمي الضعيف كما يحمي الشريف، كما أن عليها وقف التعدي على سمعة الأفراد ووقف أي انفلات غير مسؤول في المجتمع. اللي عشناه يا جماعة قبل شهرين وكنا نقول إن انتهى، أكو رجع بأعنف من مكان، وما زال الناس يتطاولون عليهم في أعراضهم وغيره. حتى متى الصمت؟ حتى متى الصمت؟ الوقت بإمكانه أنه يسبب في دمار مجتمع بأكمله، لأن إحنا ترى ما نتكلم عن يا جماعة سبوا فلان والله علام، إحنا نتكلم عن اتهامات تطال عوائل بأكملها. من العوائل يرضى أن ابنه يتهم أنه هو؟ اتهامات والله الواحد يستحي من ذكره. عليكم السلام ورحمة الله. في الختام أيها الأخوة شاكر للجميع حضوره وتفاعله مع هذه المحاضرة، وسامحونا إذا أطال إن شاء الله نكون في الـ